اول حاجه لازم الناس دايما لما بتيجي تتكلم على باسم يوسف بتقول هو باسم يوسف وصل للمكانه دلوقتي اللي هو كان بيحلم بيها اول ما طلع خالص، يعني اول ما عملت اول فيديو بالاوضه الغسيل، باسم يوسف دلوقتي وصل لكل الطموح اللي هو كان بيدور عليه؟ انا اصلا ما اعرفش كان ايه الطموح ساعتها، يعني انت الفكره كلها ايه؟ اصل انت بتتكلم كان انا مثلا في الاول كنت انا مخطط ان انا هوصل لهنا، انا ما كنتش عارف الموضوع خالص. انا طلعت عملت فيديو رميته على اليوتيوب، فاهمني ازاي؟ واللي حصل بعد كده ما كنتش متوقع، واللي حصل بعد كده ما كنتش متوقع، واللي حصل بعد لما سبت مصر ما كنتش متوقع. انا لما انت كنت تقول لي ان انا في 2011 هبقى انا واحد بكلمك دلوقتي وانا قاعد في لوس انجلوس وبلف بعمل تور بالانجليزي، انا ما كنتش مصدق. الفكره كلها ان انا لما بشوف كتير الفيديوهات بتاعه الناس اللي هم نجحوا كلام من ده وبتاع وبعدين يبتدوا يدوا نصايح وكلام ده، وانا بحترمهم جدا وكل حاجه، بس الحقيقه ان انت مش في ايدك اي حاجه، انت مش في ايدك اي حاجه. اشتغلت كتير، في غير مشتغل احسن منك اكتر منك، قضيت ساعات وتعبت وعملت مجهود، في ناس بتعمل مجهود اكتر منك، انت وصلت هم ما وصلوش. ملهاش بتاع. ولو انت تقول ارزاق او انت عشان مؤمن، طب الكافر بيوصل والمؤمن ما بيوصلش، صح؟ خلاص الظالم بيوصل والكويس ما بيوصلش، صح؟ ما فيش اي مقاييس. انت ما تقدرش تقعد كده اهوت وتنجم وتقول انا في الاخر. لا، اقدر اقول لك ان انا في المرحله اللي انا فيها دلوقتي انا في كثير من الامتنان وكثير من السعاده اللي انا وصلت له، لان انا في حقيقي انا مش في ايدك اي حاجه من الحاجات دي. طب خلينا نروح للكونتنت اللي باسم بيقدمه. في حركه ملحوظه من باسم بعد تقديم البرامج للستاند اب كوميدي. يس. الستاند اب كوميدي اول حاجه في سؤال عادي جدا الناس كلها بتساله، هو باسم اول ما بتيجي في راسه الفكره بيطبقها على الستاند اب كوميدي ولا في تيم شغال بيكتب معاه الستاند اب كوميدي؟ لا، الستاند اب كوميدي هي مجهود فردي بالاساس. يعني البرنامج، اي برنامج، يعني انت مثلا حتى في تيم اعداد جون ستيوارت وبيل مير وكولبير وكده، بس لما بتطلع بقى ستاند اب كوميدي بتبقى انت بس. طبعا لما انت بتوصل بقى ستاند اب كوميدي كبير قوي بقى، لا اسامي كبيره، بيبقى ليك تيم، فاهمني ازاي؟ بس انت كستاند اب كوميدي لوحدك، انت في الاخر اللي بيكتب لك نكته، طب ما يقول اهو، فاهمني ازاي؟ صح. اللي انا عملته ايه؟ اللي انا عملته ان انا لما انا كنت ابتديت يعني رحت امريكا، طبعا كنت في مرحله وحشه قوي من حياتي، يعني سبت مصر وكل حاجه اتاخدت مني واتظلم، يعني كان في ظلم مبين، يعني فاهمني ازاي؟ وطبعا يعني انا حاسس ان انا اتظلمت، وفي ناس حاسس ان انا ظالم، وفي ناس حاسس ان يعني المهم كان حاجه ملعبكه كده. فالمهم انا ابتديت في امريكا من الصفر ولا حاجه. انا كنت في الوطن العربي كان ليا يعني فاهمني مكانه وشهره وصلت لها كلام ده، رحت امريكا ولا حاجه. انت ولا شيء، وناس بقى لها 20 30 سنه وكلام من ده، وانت بقى المفروض بقى تلاقي نفسك في وسط الناس دي. فالحل الوحيد ان انت تقدر تعمل حاجه، انت تعمل ستاند اب كوميدي لوحدك وتجرب. طبعا اول سنتين ثلاثه كنت زي زباله، فانا خدت فتره عشان كمان اللغه وعشان كمان الفن نفسه وكلام من ده. وبعد خمس ست سنين من الستاند اب كوميدي الانجليزي بقى عندي دلوقتي تور محترمه لشهور في امريكا وفي اوروبا وفي كندا وفي الوطن العربي وكده. فده انا شيء ممتن ليه جدا ان انا قدرت اعمل الكلام دوت باللغه الثانيه. فلما انا عملت الانجليزي انا كنت بقى بحاول ان انا ابعد عن العربي خالص. ليه بقى؟ لان اي حاجه بالعربي هتتم مقارنتها بالبرنامج، والبرنامج فيه اكسبكتيشنز، فيه توقعات معينه، وانا كنت عايز ابعد عن الموضوع خالص، كنت عايز بقى ابعد عن الموضوع ده. لما جيت العربي، العربي كان اصعب بقى ان انا ادخله، لان انا ما عملتش، لما انا البرنامج اللي انا كنت بعمله ما كانش ستاند اب. فعملت ايه؟ اتعلمت من الستاند اب الانجليزي ان انا اعمل عربي اللي هو لغتي الاصليه. انت متخيل؟ تشوف في الاردن كنت مش مبسوط من نفسي خالص. وجيت عملت الشغل اللي في دبي اللي هو كان من ثلاث اشهر بالعربي، يعني هو بيقول ان الناس انبسطت، انا ما انبسطتش من نفسي. كنت ده كانت ثاني مره اعمل الشغل. تاني مره اعمل الشغل. ايه اللي بيخليك تفرق تقول انا انبسطت في احساسك على المسرح، احساسك على المسرح وال انت بتبقى بص انت قاعد فانت مبسوط. صح. اللي على المسرح فيه في مخه سيناريو تاني خالص. دي ما جابتش ضحك ليه؟ انا ليه تهتهت هنا؟ انا ازاي نسيت الحته دي؟ انا البتاع ده ما المفروض تتشال. فاخدت بقى، طلعت بقى من دبي كنت متضايق جدا بقى، طلعت بقى عملت 15 شو في اسبوعين. اوكي، في اوروبا، في كندا وفي امريكا. ال 15 شو ده غير الشو بقى حته ثانيه خالص، حته ثانيه خالص. يعني انت لو انت جيت الشو بتاع ابو ظبي اللي هو 30 ده ان شاء الله هنبقى موجودين، هتلاقي هو نفس الماتيريال بس انت كانك بتتفرج على حاجه جديده. العرض اللايف مش نكت، العرض اللايف مش كلام، العرض اللايف ديليفري. انت رياكت مع الناس اكتر؟ لا، ديليفري. ترميها ازاي وتستنى ازاي وتقعد مع الناس ازاي، الانتراكشن مع الناس بقى حاجه تانية خالص بقى.
يعني انا هقول لك حاجه، انا سيدي بقول لي انا لما انا كنت ابتديت اشوف بالعربي انا كنت متنشن قوي، فكنت انا مركز في الماتيريال. ما انت حافظ في دماغك ساعتين في دماغك وطالع من غير تيلي برومتر من غير اي حاجه، طالع على المسرح والكلام ده، فانا مركز في المسرح، فالجمهور ساعات بينتراكت معاك، فانا بحاول ان انا اتفادى ما اضيعش وقت، علشان انت مخك ماشي على قطر، ماشي على سكه حديد وعايز يكمل في الموضوع. لما عملت شو ده 15 مره، ايه اللي حصل بقى؟ الليفت سايد اوف ذا برين خلاص خده بقى ماشي سكه اوتوماتيك. فبقى الناس اللي كانت بت 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 بتقوم تعمل بتاع، بدل ما سكتها او بدل ما اتجنبها، بقيت حد اسمع بس همسه في الجمهور اقول له ايه؟ قلت ايه؟ فانت بقى ده من الجنب الشمال ده هوت واخدك في سكه وماشي على الاوتو بايلوت، الجنب اليمين ده كل شويه يطلعك ويرجعك على السكه تاني. انت تفصل ما بين الجنب ده على الجنب ده. انا ما اقدرش اقول لك ان انا بفصل، انا بقول لك يعني الجنب جنب يعني انا بقول حتى بقول الجنب اليمين والشمال ده هوت دي يعني زي ما تقول لك كده ايه، مجاز. اوكي. هو مجاز، لان دايما الجنب الشمال بتاع المخ هو بتاع الاكزيكتيف فانكشنز بتاع الكلام ده، اليمين هو اللي هو الرايت برين، رايت سايد اوف برين هو بتاع الكرييتيف والامبروفيزيشن ومش عارف الكلام ده، فاهمني؟ فممكن ده ما يكونش اللي بيحصل قوي، بس انا بدي لك التاني عشان اقرب لك الفكره. فلما انت تبقى انت مسيطر على الكور بتاع الموضوع، الحته الكرييتيف في بقى مخك تبتدي بقى ايه، يبقى عندها وقت تطلع تلعب. فبتبتدي نلعب مع الناس بقى، وتبتدي انت تبقى ريلاكس وتلعب مع ده وتلعب مع ده وتلعب مع ده، فتلاقي ان الشغل العربي بيتغير خالص. فعشان كده انا زي ما بقول لك انا بفكر في الشغل العربي مع الناس، بس انا ما انبسطش من نفسي. ودي فكره البرفورمانس اللايف في اي حاجه، ازاي ان انت طول الوقت بتراجع نفسك، وازاي ان انت تحاول طول الوقت، مع ان هو نفس الشغل زي المسرحيه بالظبط، هي زي المسرحيه فاهم، بس ازاي ان انت توصل تلاقي مساحات جديده. يعني احنا نقول مثلا ان باسم بيرتاح في الانجليش، في الشغل انجليش اكتر بكتير من دلوقتي. ليه؟ لان انا عملت الشغل الانجليش ده 300 400 مره. اوكي. الشغل العربي كنت ساعتها عامله مرتين. العربي دلوقتي بقيت اسرع، دلوقتي عملته 15 مره، فاحسن شويه، احسن شويه بقى ياخد بقى ايه، والانتراكشن مع الجمهور بالعربي احسن من الانجليزي، لان هو بقى لغتي فانا اسرع شويه في اللغه بتاعتي. انا طبعا بقول دي يعني تفاصيل قوي للناس اللي في الستاند اب كوميدي قوي اللي يقدروا يفهموها، بس يعني دي زي بقول لك ده اللي بيحصل في دماغي وانا على المسرح، فاهمني؟ فهي زي ما تقول لك كده ايه، انا بالنسبه لي الموضوع ان انا مش هطلع اعمل بيرفورمانس، دي زي ما تقول لك تجربه علميه. وكل مره بطلع كده اهوت، بصراحه يعني تجربه انا ممتن ليها جدا بصراحه. باسم لو في وقت من الاوقات فكرت ان انت تعمل قناه، سواء بقى على السوشيال ميديا او قناه على ارض الواقع، يعني قناه تلفزيونيه كبيره، المحتوى الخاص بيها يبقى ساخر فقط لا غير، ولا بتفكر في حاجه تانية؟ ان انت خاصه ان انت دخلت في اكتر من مجال على السوشيال ميديا، الصحه والكلام، الرياضه والحاجات دي كلها. والله بص، انا انا احب يبقى في محتوى يتعلق بالسفر، مش بالسفر ان السفر ان انت تفهم الناس، تعرف ايه عن موريتانيا ولا اي حاجه، تعرف ايه عن ليبيا، تعرف ايه عن تونس، تعرف ايه عن الجزائر، لو ما رحتش مش هتعرف بالظبط. يعني احنا كلنا عارفين دبي، عارفين بيروت، عارفين بتاع، بس حتى دبي انت في حته اكتشاف الناس واكتشاف الثقافات واكتشاف العادات واكتشاف الافكار ملهم جدا، ملهم جدا، وده بيطلع منه كوميدي كمان، لان الحاجه العاديه في حته مش عاديه في حته، والحاجه اللي غير عاديه في حته عاديه خالص في حته تانية، والكلمه اللي بتبقى هنا بتبقى مختلفه هنا، وده كلنا، واحنا الغريبه كمان معنينا بشر، وخلي بالك انا كل ده ايه؟ احنا ما طلعش بره الوطن العربي. صح. في حاجات كتير جدا اتمنى ان انا فعلا اسافر الدنيا فعلا واشوفها واكتشفها واحطها محتوى، مش لازم كوميدي. في حته انسانيه كده جميله ان انت تعرف الناس. حاجه ده في حد ذاته حاجه جميله جدا. حلو ده، ولازم نعمل ده. بس بما اننا اذاعه موسيقيه في المقام الاول، اكتر حاجه واكتر مغني انت بتسمعهم الفتره دي من العرب طبعا. بص هقول لك حاجه، انا عشان بس ما اضحكش عليك، انا ما بركزش في نهائي خالص، انا بسمع اللي بيجي في الراديو. انا عارف ان ده حاجه غريبه، بس انا مش، انا ما عنديش ولا عندي بلاي ليست ولا في بالظبط، كنت لسه اقول لك ولا في حاجه كاروز بالعربيه اسمعها. لا باشا، انا بفتح سبوتيفاي داخل الجيم ورك اوت ليست. Okay. انا يعني ما لا اشغل، يعني ما بفكرش بقى قوي، انا بسمع اغنيه حلوه ممكن العبها كذا مره. اللي بيشوفك على السوشيال ميديا بيشوف الحاجات اللي انت عملتها، ظهورك مع ميكي زمان، ويجز لما كان في حفلتك، بيقول ان باسم بيحب الاتجاه بتاع الراب والحتت دي. لا انا احبه بس ما فهموش وما اعرفوش، بس يعني فاهمني، يعني انا عشان قابلت ويجز بعد الحفله قلت له بص يا ويجز، هقول لك حاجه، هقول لك حاجه ما تزعلش مني،
انا مش فاهم مزيكتكم خالص ومش فاهم انت بتعمل ايه، بس انا بحبه قوي اللي انت بتعمله، لان انت بتكسر تابوهات، انت بتكسر يعني انا يعني انا واحد زي ويجز، انا يمكن عشان انا جيل مختلف، يمكن عشان انا ما لحقتش الموضوع دوت، يمكن عشان مش متابع، يمكن مش فاهم اللي بس انا محترم قوي اللي هو بيعمله، حتى لو انا مش فاهم بتاع الناس الجداد اللي هم بتوع الرابرز وحتى المهرجانات وكلام من ده بتاع. احلى حاجه في الموضوع ده ايه؟ شوف بقول لك انا مش فاهم، انا مش فاهم اي حاجه من الحاجات، فاهم؟ انا لا ادعي ان انا فاهم حاجه، بس الجميل ان انت تلاقي في وقت ان يبقى في احباط او يبقى في عدم من نوع فقدان الامل، بس تلاقي الشباب طالع من تحت، خدت بالك ازاي؟ من تحت، مش معنى من تحت اقتصاديا، بس من تحت معنى من من من, 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 من اماكن مجهوله غير معروفه، يطلع يلاقي نفسه ويعمل حاجه الناس تتبعها، وحتى لو الكلام ده هو تنفذ ناس معينه، وانا الكلام ده احبه قوي تنفذ ناس معينه. فانا بالنسبه لي ان انت تبقى انت سبفيرسيف، او انت تبقى انت تكسر التابوهات، ده شيء احترمه جدا، حتى لو مش فاهم، فاهمني ازاي؟ حتى لو مش فاهم اغاني المهرجانات، حتى لو ما بسمعهاش، حتى لو ما بحبش، حتى لو مش فاهم بيتكلم الكلام ده، الناس بتعبر عن نفسها، ناس بتكسبرس هير سيلف، ده في حد ذاته شيء جميل حتى لو مش فاهم. باسم احنا مستنيين شو، طبعا الناس مستنيه اكيد الشو بالعربي تاني، الشو بالانجلش اكيد قريب جدا جدا. مبسوطين ان انت كنت معانا في الرابعه، في كلام كتير قوي 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 انا كنت محضره زي ما انت شايف. دايما بيجي عندي سؤال، هو انت بتحب ان انت تكون في الركن الصعب؟ يعني دايما بتحب تعمل الصعب اللي بيثير الجدل، ولا انا بقدم الحاجه اللي انا على سجيتي؟ يعني باسم على سجيته بيقدم الحاجه الحلوه وخلاص. بص يا بص بقى، انت بقى بتوصل بتاعك صعب؟ لا، هي الفكره، هي الفكره مش كده خالص. اصل انا يعني يمكن بعد لما بعمل الكلام دوت ارجع اقول انا عملت كده ليه، بس انا مش بطلع من ابص اشوف يا جماعه الصعب اللي في السوق عشان اعمله، انا ما بعملش كده، فاهمني؟ ما بعملش كده. انا بفكر في ايه؟ انا لما انا عملت بتاع ستايل البرنامج عملته عشان انا حبيت الستايل ده لما شفته في جون ستيوارت، فقلت عايز اعمله هنا بمنتهى البساطه. فانت عشان تعمله هنا لازم تبقى في ستاندرز معين. ايه الستاندرز دي؟ ان انا واحد ما عنديش خبره في الاعلام، بس انا مشاهد، فانا قلت انا عايز اعمل حاجه احب اتفرج عليها. حلو. انا الحاجه الوحيده اللي انا الحاجه اللي انا بعملها دي احب اتفرج عليها انا ولا لا؟ ده بس. اديك مثلا على موضوع ان انت تلاقي الحاجه الصعبه. عملت البرنامج ده اهوت. انا عملت بوليتيكال ساتاير، السخريه السياسيه. انا ما فكرتش بقى اذا كان هو صعب ولا مش صعب، كان هي هو ده الكتالوج بتاعها. يعني انت ما ينفعش ان انت تطلع بس من بوليتيكال ساتاير وتتجنب اللي بيحصل وتتكلم على حاجه ثانيه. ده بوليتيكال ساتاير، لان الناس مش غبيه. فاهمني؟ فمش حته ان انت بتعملها علشان انت تقوم انت يعني منتقد، لا مش منتقد، هي الكوميديا السياسيه هو ده الجونر، لو حاجه ثانيه هيبقى كوميديا اجتماعيه، ودي مش لعبتي، فاهمني؟ لما عملت الستاند اب كوميدي العربي في كوميديا اجتماعيه اكتر وكوميديا سياسيه اكتر، بس اللي انا عملته في العربي اللي انت شفته مختلف عن اللي انت شفته عربي قبل كده، صح؟ صح صح. ليه؟ لان انا علشان انا اعمل انا ستاند اب كوميدي بكل توقعات البرنامج دي لازم ارجع بحاجه مختلفه. صح، فاهمني؟ انا اللي انا بحاول اعمله في الستاند اب كوميدي العربي دلوقتي، يعني الناس طبعا كانت كريمه جدا معايا وقالت لي جون ستيوارت اوف ذا ميدل ايست وكلام من ده، انا لا عايز اعمله بقى بالستاند اب كوميدي اللي عمل زي ما كده انا زي اللي عمله جورج كارلين في الستاند اب كوميدي الامريكاني. الستاند اب كوميدي العربي دلوقتي او المصري بالذات عامل زي الستاند اب كوميدي في امريكا في اواخر الستينات. أبدأ تطوير كتير. مش كده تطوير، لا مش بتكلم الناس كوميديانات عظيمه. أوكي. انا مش بنتقد خالص، بس انا بتكلم ودول مش ذنبهم، هي فكره المجتمع والقواعد والقيود والكلام ده بتاع عامله بالظبط زي اللي كان موجود في امريكا اخر الستينات. الكوميديا ما ينفعش تبقى معقمه. في كوميديا نظيفه لطيفه حلوه جميله ظريفه للناس كلها، الاطفال العائله كلها جميله جدا، لكن في ناس كبار وناس عايزه تحس بحريتها في القعده. انت عارف ايه مشكله اللغه عندنا؟ ان احنا اللغه اللي احنا بنتكلمها انا وانت مع بعض اوف كاميرا مختلفه خالص عن اللي احنا بنتكلمها اوف كاميرا، صح؟ كتير. يعني في امريكا في رقابه وفي بيبز وفي كل حاجه، بس لما بيتكلموا مع بعض بياخدوا راحتهم في الكلام زي ما بيتكلموا قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا. احنا عندنا تم تعقيم اللغه بتاعتنا علشان ما يصحش وعيب ولازم اللي يتقال لازم كله يشوفه، لا في تصنيف عمري وفي 18 18 بلس وفي كذا وفي كذا وفي كذا، انت جاي مصر دافع فلوس عايز تاخد راحتك. ده يودينا للسؤال الاخير بتاعنا، انت لما بتروح مثلا العرض بتاعك في ناس بتدخل هي عايزه تشوف باسم يوسف يتفرج عليه ويتفرج على الشو اللي بيقدمه، لكن اول ما باسم بيبدا، لان انا بقول من الاول كده يا جماعه بصوا باسم بتاع البرنامج ده انسوه،
في دلوقتي لايف كوميدي، لايف كوميدي احنا ما فيش تلفزيون بيسجل، فما فيش ما فيش قيود، احنا براحتنا هنا هو بنتكلم عليه. ده مش كوميديا للعائلات، ده مش كوميديا الناس اللي بتتكسف، ده كوميديا احنا بناخدها، بناخد راحتنا في الكلام. ماشي، في ناس بتتضايق، انتوا على عيني وعلى راسي، عشان كده انا ببالغ في التحذيرات قبل الشو علشان ما حدش يجي ويقوم قايل ايه زي ما حصل. صح، منور راديو رابعه، اي الانترفيو انا كنت عايز اعمله بقالي كتير اصلا. ربنا يخليك يا حبيبي، وكنت جاي لك قريب اما كنت موجود برضو هنا في دبي قبل الشو، بس يلا ما حصلش نصيب، نصيبنا اعلى. طيب انت الشو يوم 15 يوم السبت، انت لازم تيجي لي عشان مش تيجي بالانجليزي. اكيد موجود. ويوم 30 في ابو ظبي، في ابو ظبي ان شاء الله باذن الله اكيد موجودين، واكيد كمان راديو ربع كمان هيكون موجود. شكرا جدا ليك يا باسم، ثانك يو حبيبي، ميرسي ميرسي، ثانك يو سو ماتش.